الحقيقة ليه بنهتم بالأكاديميات؟ لأن الأكاديميات هي العنصر الأساسي اللي بيمد النادي باللعيبة. طيب كاميرا أبطال راحت صورت تقرير مع الأكاديميات ومع كابتن علاء الشاهين، نشوف التقرير وجه لحضراتكم تاني. احنا الاختبارات بالنسبه للاكاديميات احنا كل سنه بيبقى في اختبارات في شهر 6 بالنسبه للفرق اللي تحت من 8 9 10 11 12 وممكن كمان 13 سنه. بنعمل اختبارات تقريبا في شهر 6 او 7 لو جت ظروف طبعا زي الكورونا دي حالات استثنائيه يعني فبنغير المواعيد. بنختار بالنسبه للفرق اللي لسه التجهيزي اللي هي بنجهزها ان هي تخش فرقه السنه الجايه. بناخد 20 ولد و20 بنت، بيبقى في لجنه قاعده مدير قطاع الناشئين والمدير الفني ومدربين الفرق. بيتم اختيار الولاد بناء على ممكن طولهم. طبعا الاب والام لازم بنسبه كبيره بنشوفهم بيكونوا طوال قصيرين ولا لا، الاطراف بتاعتهم طويله ولا لا. التوافقات مع التدريب بتاعنا في المدارس التوافقات بنركز عليها والفنيات برضو والبيزكس كلها برضو بنركز عليها ومع الوقت والتمرين الولاد بيبتدي بقى الفروقات تظهر وبناء عليه نبتدي ناخدهم في الفرق يعني التجهيز الصغيره ونفس الكلام بالنسبه للفرق اوريدي موجوده لو في حد مميز في الفرق اللي هي 11 12 13 بنتم اختياره بيخش الفرقه لو احسن من حد موجود اوريدي في الفرقه بنخرج حد وندخل الولد المميز من الاكاديميه يعني. طبعا هو لازم يبقى عضو من اعضاء النادي ده رقم واحد، رقم اثنين بيروح يدفع اشتراك في الاشتراكات في المبنى الاداري بس هو مجرد كوره على حسب سن الولد لو سن صغير بيبقى كوره مقاس خمسه، سن كبير شويه سته، سن اكبر سبعه بس وعلى حسب بقى المجموعه اللي هو بيبقى فيها احنا مقسمينها الوان مجموعه احمر ومجموعه لون تاني وهكذا يعني الامور بسيطه يعني هو مجرد الوصل وكوره وتمام يبقى متواجد معانا يعني. قدر الامكان طبعا كل واحد بيبقى معاه كورته، كل لعيب من اللعيبه بيبقى معاه كورته. النادي يوفر لنا كلنا كمامات الاجهزه والفرق واللعيبه وفر لهم كمامات. كل فترة والتانية بيجي عامل من العمال الموجودين في النادي بيبقى معاه كحول أو كلور بيبتدي يعمل الإجراءات المطلوبة منه. وبقدر الإمكان طبعا يعني بنحاول الولاد في السن ده طبعا هم مش مدركين قوي الوضع اللي احنا فيه بس احنا بنحاول نبعدهم لو واقفين في لاين في جنب بعض ولا حاجة بنحاول نبعدهم عن بعض بقدر الإمكان. الحمد لله الأمور مستتبة بقدر كبير جدا وجود كابتن طه الغنام وجود كابتن جانيت. المواعيد الحمد لله ثابته ما بتتغيرش طبعا دي حاجه بتريح اولياء الامور وبتريح المدربين. الولاد بقدر كبير جدا بيحضروا تقريبا ما فيش حد بيغيب يعني الا لو الظروف قهريه. بس انا شايف ان عدد ايام كمان يعني كويس جدا بالنسبه لان احنا عندنا ملعب واحد هنا فالحمد لله برده موفرين الوقت لان هم يبقى عندهم ثلاث ايام. فلا يعني انا شايف انه المدارس فعلا بتطلع ناس للفرق بقدر كبير جدا وكمية كبيرة جدا.